بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نحن الآن مع شيخنا الجليل الأستاذ العلامة الدكتور أحمد الكبيسي حفظه الله في مداعيه وفرائده القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا نزال في سورة الأعراف وفي آية 189: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. في حين ذكر الله في أماكن كثيرة: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. مرة خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ومرة خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. الفرق بين الخلق والجعل أن الخلق الإيجاد، خلق الرب كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. حينئذ خلق الله الإنسان ولم يكن موجودا ولم تكن شيئا، فلما خلقه لابد أن تكون له وظيفة، وهذا هو الجعل. وهذه من أساليب القرآن المتعددة: خلق السماوات والأرض، وبعدين قال: جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وظيفة. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وظيفة. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وظائف. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، الجعل وظائف. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وقال: جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، إلى آخره. إذن خلق أوجده فعلا الله سبحانه وتعالى، أوجد الزوجين أحدهما من الآخر. خلق لكم، تقول: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. طبعا هذا الكلام عند المفسرين مختلف فيه، هل أن حواء من ضلع آدم أو من نفس الطينة، أو هذا كلام فيه اختلاف كثير. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني من طبيعتكم، مما تعرفون، كما قال تعالى: هو الذي بعث بالأميين رسولا من أنفسهم. وهذا أفضل عقلا وطبيعة من أن نقول بأن خلقت من ضلع آدم، وربما يكون الأمر صحيحا ولو أن الأخبار التي في هذا الباب متعارضة. إذن الخلق الإيجاد، وطبعا والإيجاد على مقدار وعلى ما قاعد عندنا: خلق وأبدع ونشأ وفطر، تكلمنا عن هذا في برنامجنا الكلمة وأخواتها. الخلق إيجاد على تقدير مسبق، كيف الخياط لما يرسم القطعة القماش يرسم عليه الصورة ثم يقطعها، هذا خلق بناء على مقاييس مسبقة وصورة مسبقة تطبق عليها هذا القماش. فرب العالمين رسم صورة آدم ثم جاء بالطين وطبقه على هذه الصورة فصار خلقا. إذن مع خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أنفسكم، بعد أن خلق طبعا الأزواج، مش كما يقول بعض المفسرين يعني الزوجة، لا، طبعا المرأة زوج والرجل زوج، المرأة زوج للرجل والرجل زوج للمرأة، فما يجب لهذا أو عليه يجب لذاك أو عليه. ولهن مثل الذي عليهن. أحسنت. ولهذا لا ينبغي أن يستقل الرجال وأن يفسروا القرآن كما حدث في التاريخ تفسيرا ذكوريا لصالحهم في كثير من الحالات. حقيقة آية التي أنا بصددها في سورة الأعراف لم أفهم منها شيئا ولا أظن، أن قرأت أنا كثير من التفاسير لم يقنعني ولا تفسير واحد. كما قالت: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لنبتلى صالحا لنكونن من الشاكرين فلما أتاهما تعالى له شركاء فيما أتاهما. حاولت أقلب المعنى شمالا ويمينا على وفق ما قرأته في معظم التفاسير التي بين يدي، وبين يدي تفاسير أرى فيها خيرا كثيرا كتفسير الرازي وتفسير ابن عاشور وتفسير الشيخ الشعراوي وتفاسير كثيرة.
فيها خير وفيها إبداع، ولكني لم أستطع أن أفهم هذه الآية من أي تفسير من التفاسير. ولهذا يعني لعل بعض من يسمعون من أهل العلم كالشيخ عز الدين والشيخ حسن والسن إبراهيم في السودان والشيخ صالح في المملكة وبنتنا الاسماء أسماء في المغرب أسماء، ومن يعني يكرمنا بأن يعني بأن يجد لنا تفسيرا من أفكاره. وطبعا كما تعرفون أن هذا القرآن الكريم يفسر في كل جيل على وفق معارفه وما فتح الله فيه، فلا يستصغرن أحدكم نفسه، إنما نفعله الآن هو فتح جديد في باب المتشابه، وسوف يأتي بعد 100 عام أو أقل من يكون تفسيرنا صار يعني عتيقا، هناك إبداع. فالمحكم هم حجة، المحكم افعل ولا تفعل، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الصحابي حجة فيه، ما نحن بصدده الآن، نحن حجة على الصحابي، كونوا واقع. فهذا لا تستصغر نفسك، فكر بهذه، أقرأ الآية 189 من سورة الأعراف، أقرأها مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وأقرأ ما كتب فيها من المفسرين الكرام، فلعل الله سبحانه وتعالى يقدح في ذهنك. وتتعرفون في التاريخ الإسلامي على لسان أعرابي، لما كان ابن مسعود وهو من فقهاء الصحابة كان يقرأ: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك، قال له قف قرأها مرة ثانية، أعرابي يعني بدوي، قرأها قال: والله ما أخرجنا من هذه الحفرة، وهو يريد أن يعيدنا فيها ثانية. فعجب ابن قال: خذوها من غير فقيه، والله إن هذا هو الحق. إذن القرآن متشابه ليس فيه كبير، مثل الكورة، الكورة واحد حرك رجله وطلعت جول، وبالتالي المتشابه ليس فيه كبير. رب امرأة أو رجل على قد حالة، أو أستاذ رياضيات أو جغرافيا أو تاريخ، قدحت في ذهنه قضية في هذا المتشابه الذي ليس فيه كبير، وإنما عليك أن تثق بنفسك، وربما يفتح الله عليك ما لم يفتح على علماء كثيرين. إذن هذه الآية مشكل، أنا عندي هذه الآية مشكل في غاية الإشكال، بدايتها ولا نهايتها ولا هي كلها شيخ هكذا. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، إلى هنا زين. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتانا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون ما لا يخلق وهم يخلقون. يعني من المخاطب؟ كيف تغشت؟ كيف حملت؟ كيف قالوا هذه شر؟ كيف دعوا الله يا رب أتنا ولا صالح ثم أشرك بالله شيئا؟ بحاجة إلى يعني هو جاءت في ذهني، جاءت في ذهني مثلا هذول اللي يروحون على القبور موجودين هذول، بعد يا رب يريد ولد ما يريد ولد مش عارف إيش، وبعد جاء الولد تشير تودي على القبر الفلاني، الشيخ عبد القادر، الشيخ سيدنا الحسين، سيدنا علي، السيد البدوي، تودي له حنة وبارك الله فيك وجزاك الله خير، كان هو الذي أعطاها. هذا موجود، وهناك صور أخرى في التاريخ، لكن هذه الآية من القوة ومن العمق بحيث ربما تكون أعلى من هذا بكثير. وطبعا سابقا كان طبعا هم سابقا بالجاهلية يدعون الأصنام، لكن هذولا قالوا، هذولا كانوا مسلمين يدعوا الله ربهما وبعد أثنى صالحا إلى آخره. فمنين ما تجيبها تصطدم بكلمة كلمتين من الآية، فلا بد أن يكون لها تفسير ينقدح في ذهن أحد الناس في هذا الزمان أو في الزمان الذي بعده، لأنه تفسير قرأته يعني حتى الرازي نفسه وحتى ابن عاشور وحتى الشيخ الشعراوي قالوا يعني مشكل. إذا فيه إشكال هكذا، فالعبرة بالنهايات وليس العبرة بالبدايات. نعم. إذا فهمنا الفرق بين الخلق وبين الجعل، الخلق الإيجاد والجعل الوظيفة. الوظيفة اختصرتها في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كل ما بين الزوجين مما أراد الله عز وجل في سورة الأعراف يختزل بالمودة والرحمة. حينئذ كل الذي عليك إذا أردت أن تعرف ما هي الزوجية الصحيحة المثالية الناجحة التي يوفي الزوجان
كل منهما حق الزوج الآخر كما أراد الله عز وجل، عليك أن تعرف ما هي أسباب المودة والرحمة فيما بين الزوجين. الرجل زوج والمرأة زوج، وكما قال كما كرس الشيخ نجيب عن هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حينئذ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذا يخاطب المرأة عن زوجها ويخاطب الرجل عن زوجه وهو المرأة. إذن المودة والرحمة هما أساس هذه الآية من حيث ما هي الوسائل والشروط والأسباب والخطوات التي ينبغي أن يتخذها كل فتى وفتاة عندما يريدان أن يتزوجا، كيف يهيئان الأسباب والوسائل لكي تكون بينهما مودة ورحمة. وللعلم هناك حب وهناك مودة. الحب لفعل معين، أنا أحب فلان لأنه سخي، أحب فلان لأنه شاعر، أنت تحب الفلان الفلاني لأنك فعل لك كذا أعطاك كذا. المودة لذاتك لأنك فلان زين شين تعطيني ما تعطيني، أنا متعلق بك تعلق شديد لأنك أنت فلان، كما تفعل أنت مع طفلك، أنت تحبه لذاته مهما كان، لو قبلك ضربك زين شين هو هذا أنت ملك عليك فؤادك. ها فضل. في مكالمة مع نفس الآية الكريمة. والله محمد تفضلي من العراق، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله محمد، تفضلي. شلونك شيخنا دكتور أحمد الكوبي؟ مرحبا. السلام عليكم. مرحبا عليكم وبركاته. الله يخليك. شلونك دكتور؟ إن شاء الله بخير. إن شاء الله يا بنتي، الله يحفظكم. الله يخليك إن شاء الله ويسلمك. دكتور والله يعني أنا مو يعني واصلة بالمرحلة العلمية، لكن أنا يعني عندي علم ممكن أفسر بعض الأحلام وبعض وبعض صور القرآن، يعني ليست بالعالمة لكن ممكن إنه أكون عندي بعض العلم إذا ممكن. تفضلي تفضلي تفضلي. الله يخليك إن شاء الله. دكتور هنا أنا عندنا فلما تغشاها، نقدر نقول لما دخل الرجل بالزوجة فطار هو غشاها وسترها وغطاها، يعني شلون غطاها من العالم وسترها كلام صح. جناحة مثلا نقول. هذا كلامك صح، يعني بالاسم ما قال فلما غشيها، قال تغشيها يعني بصعوبة، وكل رجل لما يزوج امرأة بيتدخل بصعوبة، قال فلما تغشاها. هذا كلامك صح. اللي بعده. نعم، لما احتواها وغطاها. انا اريد يا بنتي كيف جعل لله شركاء فيما اتاهم، بس اذا فسرتي لي هذا الحل الجميع. شركاء، نعم شيخنا، شركاء لان حبهم احتمال هذا الطفل صار اكبر شويه من حب الطاعه او حب العباده لله. الوالدان الزوجان هما اللذان جعل لله شركاء أصحاب فضل في هذا الإنجاب، يعني هم لما أعطاهم طفل ما أقول لك الحمد يا رب العالمين. نعم، راح شكروا شيء آخر. على كل نعم فكرة حتى أنه هو الطفل من عندهم من نفسهم، يعني على كل حال يا محمد محاولة جيدة وجريئة وبارك الله بيك. فإن شاء الله في الحلقة القادمة تتصلين فينا إذا فكرتي، يا ريت تجدينا ولو منفذ واحد إلى أن نفهم هذه الآية. بارك الله فيك على المحاولة. طيب نحن الآن الفرق بين المودة وبين المحبة. فالمودة لذات الشيء، والذين أرسل سيدعوا لهم الرحمن ودع، يعني أنت تحب محمد بن عبد الله، تحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصالحين والعلماء وأبو حنيفة والشافعي وأبو باقر والصادق أئمة الأمة، تحبهم لذاتهم، حينئذ أصبحوا محبوبين لذاتهم ولا تستطيع أن تفكر بغير هذا. فحينئذ شوف كل واحد منا يحب أباه ويحب أخاه إلى آخره، لكن مودة الزوجة للزوج ومودة الزوج للزوجة شيء آخر. يعني هو هذا العشق، واحد ما يعشق أبوه وأمه وأخته وابنه وبنته، يحبهم، لكن هذا العشق الذي هو لذاته. يعني قيل لقيس يا أخي أنت ذابحة العالم بليلة ليلة سودة عبدة، شو عجبك فيها؟ قال انظروها بعيني. إذا معنى ذلك قيس
وصل إلى مرحلة المودة مع ليلى، هو لذاتها سودة عمياء عارة حلوة، ما هو مش مهم، هو في عشعش في ذهنه شيء اسمه ليلى. وهناك أناس أحبوا الله عز وجل حتى فقدوا عقولهم، وهذا الحب العشق الإلهي معروف، والعشق الإنساني معروف أيضا، يعني هذا كثير وعزة وجميل بثيلة وأشكال بالتاريخ، وإلى هذا اليوم رأينا أناس فقدوا عقولهم، يعني هذا حتى في الأمم الأخرى مثل هذا روميو اللي بقى 3 أيام تحت الشباك والثلج عليه إلى أن مات وما شعر. سيدي هذا يسموه المودة ما يسموه حب. بارك الله فيك. عندي شيخ أسأل عبد الحافظ من أبوظبي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي عبد الحافظ. شلونكم شيخي دكتور أحمد؟ شلونك؟ مرحبا يا أخي عبد الحافظ، مرحبا. شيخي أنا عندي مداخلة وعندي سؤال لو سمحت. تفضل. المداخلة جعل له شركاء يماتهم، وسبحان الله والله أعلم، هو محبة المولود تتقدم على حبة الله عز وجل. وفي هذا مثل سيدنا إبراهيم لما كانت تملك منه محبة ابنه على محبة الله عز وجل، ابتلاء الله عز وجل. أيوه. وبعدين فقدم محبة الولد على محبة الله عز وجل، جعله شركاء فيما تام، ومن الناس من يحبون الله، يعني محبة الله أقوى من محبة الولد والوالد، ومعروف حضرتك، ومن الناس من يعني الآية ويوسف الله الثاني يحبونهم عبد الحافظ، هذا كلامك معقول، لكن يتكلم عن شرك حقيقي، شرك حقيقي. يعني أنا أحمد الخبيسي والله العظيم لو جاءني جبريل وقال لي يا أحمد الخبيسي ربك يقول اذبحوا بيت قلب شيء، والله العظيم لو تحطوني بالنار ما أذبحها، عشان إبراهيم، هذاك إبراهيم حبيب الله وذاك النبي ورسوله، وتعرف من هو إبراهيم، وهو إبراهيم صار هكذا لأنه وصل هكذا، أنا عبد نعمة لله، أنا إذا أذبح ابني والله ما أذبح فرخة، إذا أنا لو أمرني جبريل أن أذبح ابني لوجه الله لأن الله أمرني وامتنعت، أنا عاصي لكن لست مشركا، لست مشركا. يتكلم عن طيب شرك. الله يحفظك. أنا عندي سؤال، بس عندي سؤال. أيوة نعم تفضل أخوي. ليش الله سبحانه وتعالى خلقكم من نفس واحدة، ليش ما قال خلقكم من روح واحدة؟ هل الروح غير النفس؟ هذا ما تكلمنا عليه، احنا تكلم ما بحلقات عن النفس والروح، هذا غيرها، اعطينا على هاي الان. شكرا يا اخي الحظ، جزاك الله خير شيخ، والله يحفظك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب اذا الان نتكلم، اذا هالكلام اللي ساير الشيخ عن الحب بالذات ما قبل الزواج من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، أقول لك شيء، نحن كما قلنا قبل، وإذا بدأ الزواج زال كله ما كان يدعو، هذا السبب، هو إذا معناها هم هو شهوة يسمونها حبا. أيوة. هذا الحب ما يخطر ببال الشهوة. يقال بأن، وهذا صحيح، قصة فلان من فلان، رجل كان يحب امرأة حبا حقيقيا، وكان أبوها يرفض، ثم لان أبوها بعد سنين زوج هي، فلما فلت الدخلة قال لها الله الذي يعني جمعنا على هذا المحبة، ألا يستحق أن نقضي الليلة في الصلاة في القيام؟ قالت والله فعلا، فبقوا الليل طول الليل يصلوا، لما صار الفجر قالت له هي ألا يستحق رب العالمين أن نصبح صائمين؟ فصاموا، وبقى يقول لك حوالي 10 سنوات بالليل يصلون ويصومون، وبقت عذراء. إذن هذا الحب. قيس لما كان مرة يختلي بليلى وغرغ هي بخيام، وبعدين أخوها سمع وراح خبر أبوه، جاء كل واحد شال سيفه، فلما أراد أن يهجم عليه في الخيمة سمع الحوار، وإذا به حوار في فضل وفيه فضيلة وفي عفة، قال له قم والله إنه أحرص عليها مني ومنك، من حب فعفة فمات شهيدا. نعم. الحب لهذا احنا الذي يحصل عندنا لما يقول لك هذا خفت الحب، مش حب، هو كان يشتهيها، لما تزوجها وانطفأت الشهوه خلاص انتهى الحب، شيء اخر، لا علاقه له بالشهوه، يحبها، وهذا حصل. نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج اول مره، وكثر تكبروا اكبر 15 سنه يمكن، وتزوج بواكر، ما استطاعت واحده ان تغلبها، لانه هذا كان حبا حقيقيا، ليس لانها شهوه. وحين هناك من الرجال والنساء الحب بينهما ليس لمصلحة، لا شهوة ولا مال ولا مال، للذات، للذات، كما أنت قد تعجب. أنا واثق كلنا تعلقنا برجال من التاريخ القديم والمعاصر لذاته، ولهذا وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية، فهذا الحب، هذا الود، هذا الود سيجعل لهم الرحمن ودا.
الحب لشيء معين. لا هذا صوته جميل، هذا شاعر، هذا مغني، هذا أعطاني، هذا سلم علي، صار عندي ميل إليه، هذا حب. وهذا هذا الذي ينقص ويزيد وإلى آخره. أما الود ثابت للذات، لأنك فلان، لأنك فلان. فنتكلم عن ما هي الأشياء التي تديم هذه المودة والرحمة. المودة لذاته ليس كما قلنا هي توده لذاته وهو يودها لذاته، والرحمة عندما يصيب أحدهما خيرا يحب أن يفرح به الآخر. ولهذا ينبغي على الزوجين لكي يستديم بينهما الحب أن لا يصل بينهما إلى حد أن يشفق أحدهما على الآخر. إذا عجز الرجل أو عجزت المرأة بمرض أو عوق أو مشاكل ذلك، وانقلب الود إلى مجرد إشفاق عليه وحدب عليه، وهذه زوجتي مريضة أو زوجي مريض أو صوري كبر أو قام كذا طاقاته انتهت إلى آخره، هذا يعني معناها انقلبت زوجية إلى شيء، إلى نوع من أنواع دار العجزة. من هنا ينبغي يعني لو تعرف تربط هذا بقلة بآداب الإسلام في الطعام والشراب من الاقتصاد وعدم السمنة وعدم الكذا وأكل، لا تأكل أكثر من مرة في اليوم للحفاظ على الطاقة، للحفاظ على الصحة، لطولة العمر. هذا أصبح فرض العين في هذا الزمان. لأن سابقا كل الناس هكذا يأكلون تمرتين وخلاص ما في. الآن فتح الله الدنيا على الناس، وتسعين بالمئة من أمراضنا هو من البطن، من البطن. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والبطنة تذهب الفطنة وتذهب الصحة. من أجل هذا في هذا الزمان كل الأمراض، معظم الأمراض التي نسمع عنها أمراض طعام وشرب، طعام وشرب وطاقة جنس زائد عن حدها. ولهذا على المسلم لكي تستديم هذه المودة والرحمة التي وظفها الله عز وجل بين الزوجين، على كل منهم أن يحافظ عليها، وذلك بالامتثال لقواعد الطب وقواعد التعريف وقواعد الشرع ونصائح الأطباء. والآن المكتبات تعج والتجارب بهذا الموضوع، وفعلا ثبت أن الوجبة الواحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السرف أن تأكل في اليوم أكثر من مرة، صدق رسول الله. كل العلم يثبت هذا اليوم، إذا أكلت مرتين كوجبتين فأنت هالك لا محالة، سكر وضغط وشيخوخة وسول وسرطانات، كل وجبة واحدة كاملة. وكل بعدين أشياء خفايف، يعني الصبح تمرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سبع تمرات بالليل، خيارة وتفاحة وبرتقالة وقطعة شوية لبن. أما الوجبة وجبة خذك واحدة. ولهذا الحفاظ على الصحة، الحفاظ على الأداء، أن تعمر، وهذا بيدك الآن. والآن الطب بهذا عجائب، عليك أن تشوف. تبقى الزوجة تود زوجها ما دام واقفة على رجليه. الرجال وقباقة، شوف ما قال الذكور، الرجال. رجل هو المنفق، وبما أنفقوا من أموالهم، مش ما ديدوا على حرمته كذا يعطيه فلوس ويستولي على أموالها. في 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 برغم لطفه، أكثركم إيمانا ألطفكم بأهله، خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي. لكن رجل رجل، إذا التمسوه وجدوه رجلا، وحينئذ عليك أن تبقى رجلا بصحتك، بقوتك، بعطائك، بحسن أدائك في كل المواضع، وبإنفاقك. هذا الذي يديم المودة بينكما. فإذا وهي نفس الشيء، عليها أن تحافظ إلى أن تبقى على هذا الذي ينبغي أن تبقى عليه. من وصل أحدكم الآخر يشفق عليه ومقهور وقال انتهت الزوجية. الحديث بقية إن شاء الله بعد هذا الفاصل. نعود إلى هذا التفريق أيضا بين المودة والرحمة. وقلنا بأن لهذه المودة والرحمة أسبابا كثيرة، من ضمنها كما تحدثنا قبل قليل، ومن ضمنها أيضا أن يكون البنون والحفدة، كما قال تعالى وجعلهم زوجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. إذا كانت الذرية صالحة طيبة فهذا من أسباب المودة، وكان الله في عون كل من رزقه الله ذرية معوقة، فهذا شقاء سيجعل صاحبه من ملوك الجنة يوم القيامة. نتكلم عن الدنيا ونجاح الأسرة، إذا كانت الذرية صالحة متآخية، وإلا أصابت الذرية الأبوين بشقاء. يعني سيدنا يعقوب وهو نبي ابيضت عيناهم من الحزن
للخلاف بين يوسف وأخوه وبقية الأولاد. ولهذا على كل أخ أن يعلم بأن مصافاته مع أخيه هو إسعاد للوالدين، فمن بر الوالدين أن يتآلف الأخوة. ولذلك كل الدول العربية التي تعاني الآن مما تعاني فيه، مما نعرف من هذه الشقاقات على كل واحد من الشعب في كل دولة، أن يعرف أنه هذا أخوه وعليه أن يتعامل معه بالمعروف باللسان، كما يقول الشاعر: فإذا رميت يصيبني سهمي، ولا ينبغي لحاكم أن يكون حاقدا على شعبه، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. المحبة والتآلف بين الذرية بين الإخوان، والشعب أسرة واحدة في كل مكان، في كل الدول، في كل العالم، كل دولة في العالم شعبها متآخي. وهكذا رب العالمين عز وجل ضرب لنا مثلا بمملكة سليمان، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون بينهم روابط، شعب واحد موحد. فعلى كل الشعوب التي فيها خلافات في المذهب أو في القومية أو في الانتماء أن تكون واحدة، لأننا إحنا ننتمي إلى شعب واحد. ولذلك هذا أخوك، أخي قومي هم قتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. فعليكم أن تعرفوا بأن صلاح الذرية هو سعادة الوالدين. البنون واجعلهم بنين وحفد، أن كان ذا مال وبنين. فإذا كان البنون في صحة جيدة ونجاح في الحياة وكانوا متآخين متآلفين، دامت المودة والرحمة بين الوالدين. وإذا كان هناك شقاء للوالدين فسوف تحاسب الذرية على ذلك، كما يحاسب الوالدان إذا أشقوا ذريتهم. كفى كما قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع عياله، يبهدلهم، ما يربيهم، يتركهم، يعني أشقاهم. إذن المودة والرحمة أسبابها كثيرة، ومنها كما قلنا قوة الزوجين صحيا وعافية وأداء، وقوة الذرية. نعطي المجال للأستاذ سمير من سوريا. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو أنا دكتور أحمد الكويت عن سمير العبيدي. مرحبا سمير، كيف حالك؟ كمان صحتك دكتور، إن شاء الله بخير. حياك الله، يا مرحبا. إذا تسمح لي أتفضل بتفسير يعني بتواضع الرأي. تفضل. اسمح لي، هناك احتمالين لتفسيرين. أولهم هو التغشاه وصعوبة الحمل، أي يأسهم من الحمل فيتجهون إلى أعمال أخرى، إلى دكتور مشهور، إلى أنابيب حمل، فينسبون الفضل بعد ما حمل إلى هذا الدكتور، إلى ما قام بأعمال قد يكون سحر في بعض الأحيان، ينسون الله. كويس والله، بعد جيد. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، يعني من يشركون بالله في تسميته بعد الولادة، كان يكون عبد الأئمة، عبد الرسول، عبد النبي، عبد الأم، وهكذا أسماء، قد يقعون في هذا الشرك، قد يكون شرك ليس شرك عظيم. هذا نوع من الشرك، نوع من الرياء. هذا اللي قلته عن الأضرحة وما أضرحة، ويروحون يفعلوا يعطيني مرادي، وإحنا ما تعرف إحنا عندنا باب المراد، يعني تروح على هذا القبر ويعطيك المراد، ما أعرف إيش. هذا كلام كما ترى ذا شك، لكن هاي حاجة الطبيب، والله هاي جديدة زي أنت قلت لنا إياها. يعني أحيانا الطبيب يعالج المرأة ويعالج الرجل ويصير حمل، فيقولك جزاك الله خير لك، هذا ما هو شرك، هذا سبب من الأسباب. وأن النبي قال: عباد الله يتداووا، وسو عليك فضل، وعليك أن تمتدح صاحب الفضل. فالطبيب إذا هو الذي عالج زوجتك أو عالجك وانجبت، والله عليك أن تشكره، بارك الله فيك، لأنه هو من الأسباب، ما في مشكلة. هذه على كل حال محاولة طيبة يا أخ سمير، بارك الله فيك. طيب، من الأسباب العجيبة لهذا المودة التي لا تنقضي وصف الغلظة في عقد الزواج، هذا الذي لم نفهمه إلى الآن. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. رب العالمين هالكلمتين، زوجتك نفسي، قال قبل ثلاث كلمات، زوجتك نفسي، قال قبلت، سمى ميثاق غليظ. وكلمة الغلظة في القرآن الكريم عجوبة العجائب، يعني كلمة غليظ، عذاب غليظ، نعيم غليظ، إلى آخره، يعني لا ينتهي، لا ينتهي، لا ينفصم، لا يضعف.
زين. فرب العالمين سمى عقد الزواج الميثاق الغليظ، وسمى ذلك الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد ميثاقا غليظا. يعني عقد الزواج هل ثلاث كلمات: زوجتك نفسي، تقول لها قبلت، كما أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم إلى آخره. حينئذ كم أن هذا العقد مقدس، عقد الزواج. ولهذا هذا العقد الغليظ الذي دخلت في فضائها ودخلت في فضائك بناء عليه، هذا هو الذي سبب كل هذه المودة. ولذلك لاحظ لاحظ، أي علاقة غير شرعية لا تدوم أولا ثم تنتج أمراضا مزمنة. لا يعني تصور واحد عنده عشيقة، أو امرأة من باعات الهوى، أو رجل خباص كل يوم مع واحدة، ثق تصيبه أمراض خيال، احمرار الوجه وانتج البهاق والضعف، بينما هذا الزواج يزيدك قوة. يعني هذا من لا معقول، هذا الميثاق الغليظ. تعرف إذن عليك بعقد الزواج في أي علاقة وإلا كان بائسا. نعطي مجال للأخترانة من لنا من سوريا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخ نجيب؟ حياة الله، تفضلي. ممكن أتكلم مع الشيخ؟ تفضلي. تفضلي يا لمى. السلام عليكم شيخ الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك الله عنا ألف خير. حفظك الله. عندي مداخلة بسيطة. والله أعلم هذا اجتهاد. الفرق بين المحبة والمودة. المحبة هي مشاعر قلبية تعلق، ولكن المودة هي عمل المحبة. عمل؟ يعني لما تترجم إلى أعمال تصبح اسمها مودة. جميل جميل والله، جديدة ترجمان. يعني الحب، عشان هيك لما رب العالمين بيتكلم عن العلاقة بين الزوج والزوجة بيسميها مودة، لأنه هو عمل. أيوة. مش بس بحبك وما بقدم شيء. والله يا بنتي في غاية الروعة. نعم. فهذا هذا العمل هو المودة. يعني وكذلك اسم رب العالمين الودود. ما سمى حاله المحب، ولكن سمى ودود، لأنه كل محبته إنه هي أعمال وعطاء وبذل إنها. بارك وكذلك الله. المحب لله فهو كمان ودود. رائع رائع جدا. عجبك جدا. يعني معنى ذا أن المودة تنفيذ الحب. نعم تمام. وعطاء ومصدق له وأداء ثمنه. أحسن. الحب دعوة والمودة الحب شعور. هذا الشعور عليك تدفع ثمنه. يعني أنت لما تحب رب العالمين لازم توحد وصوم وتصلي وتعطي وتجاهد وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا. حينئذ هذا كلام في غاية الروعة. المودة هو تكاليف. نعم. تكاليف واستحقاقات الحب. نعم. تلقائيا طبيعيا يعني عطاء نفسي. نعم. ومالي ويعني. نعم. يعني فعلا أقول لك شيء. نعم. أي زوج في الدنيا لو أن رجلا مس زوجته بشعر يسوي راسه يقتله بنظرة رجل. نعم. لا يقتله. نعم. يعني يخلص منه تماما. إذن أي حب هذا؟ نعم. فعلا مودة ورحمة. نعم. بحيث خير أي رجل أنا أقبل امرأتك أو أقتلك، قل له اقتلني ولا ألف مرة، شو هالكلام ها؟ إذن هذه مودة، مثل ما قالت بنتنا رنا أن المودة لما إذن تقول بأن المودة تطور الحب حتى صار عطاء. نعم. رائع رائع يا لما. أنت لما هي لما في الحقيقة، يمكن لما. نعم. طيب. نعم. هذا عن النقطة الأولى. النقطة الأولى الذرية. نعم. السبب الأول من الأسباب المتعلقة بذل من أسباب دوام المودة حسن الاختيار. حسن الاختيار. ولهذا عليك أن تعرف بأن هذه فيها جزئية صغيرة ذكرها. نعم. الفقهاء في غاية الذكاء، قالوا الكفاءة. لكي تدوم المحبة والمودة، يعني تنقلب المودة المحبة إلى مودة دائمة، على المرأة أن تكون فخورة بهذا الرجل الذي تزوجته. عندما يسألونها من زوجت يا فلانة، تقول فلان، في حين مثلا تقول والله يعني فلان مكسومة تقوله. يعني معنى ذلك كما يقول الفقهاء، الكفاءة أن تتزوج المرأة زواجا يجعلها فخورة به، يعني لا يجعلها خجلة من حيث مواصفات
البيئة، العشيرة، المكان، العلم، احنا بزمان الشهادات. يعني واحدة مثلا أستاذة بالجامعة يأخذها واحد معلم ابتدائي أو يأخذها شرطي، وقد يكون الشرطي عظيم وتقي وصالح، بس شرطي يا فلانة يا دكتورة فلانة، مين زوجك؟ تقول الشرطي فلان. هذا غير مقبول، غير مقبول. لا بتقول فلان يعني. فالكفاءة أي أن تكون الزوجة مفتخرة بزوجها، هذا يسموها كفاءة. لأن كل امرأة كفوء لأي رجل، وليس العكس، ليس كل رجل كفوء لأي امرأة. كما قال أبو قاسم الرياشي ممتنا على أبنائه، وأول إحساني إليكم تخيري لما جدت الأعراق بعد العفافها. يعني أحسنت اختيار، أحسن أول إحسان لكم قبل ما تولدون، أنا أحسنت اختيار أمكم. سنعود لك يا سيد الشيخ بعد هذا الفاصل. أقبل يا سيد الأسباب. إذا معنى ذلك قل كما قلنا من أسباب المودة ودوامها حسن الاختيار وهو الكفاءة، وأيضا النظر ضرورة كما في كثير من المجتمعات لا ينظر إليها قبل الزواج. هذا خطأ، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين أمامك، هذه وهذه، اختر لك واحدة وقد نظرت إليها وكلمتها. أحرى أن يؤذم بينكما. أن يؤذم بينكما. معي أم نايل. سيدي أم نايل تفضلي من أمريكا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا يعني مش كتير بفسر وإشي، بس بعض الروايات يعني والتفسير اللي أنا اطلعت عليها إنه الإنسان يعني لما زوجته تحمل بصعوبة وتجيب ولد أو تجيب يعني ما قدر الله أن تجيب، فهي بيسموه اسم يشركوا فيه مع الله، إذما اسم عبد الحارث أو عبد النبي أو هالأسامي. فبحكي لك في حديث لرسول عليه الصلاة والسلام إنه لما ولدت حواء يعني أول ولد، طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال لها سميه عبد الحارث سوف يعيش يعني. فلما عاش يعني يا أم هذا ما ذكر المفسرون كما قلت لك، هذا ذكر المفسرون ولم يقنعني ولا يقنع أحد. هذا الكلام على أساس مع آدم، سيدنا آدم ما يعرف عمال إبليس، سيدنا آدم حذر من إبليس إن هذا عدو لك ولزوجك، ولهذا غير مقنع لأنه يتناقض مع نفسه. سيدنا آدم يضحك على إبليس ويقول له والله أنت إبليس جبت لنا الولد، هذا كلام فاضي. على كلها بعدين أيضا من أسباب الدوام المودة والحميمية كما قلنا الكفاءة والنظر، ومن أسبابها قوة شخصية الرجل في البيت. لا ينبغي أن يضعف الرجل حتى تصبح المبادرة بيد زوجته دائما وهو كأنه شيء آخر، إياك وهذا. بذلك أفقدت المرأة التلذذ والتمتع والافتخار بزوج وكأنها غير متزوجة، وأنت كذلك لم تعد متزوجة امرأة. حينئذ عليك أن تكون رجلا وليس زوجا. قال الرجال قوامين، ما قال الذكور الرجال، والرجل مش فسلجة، الذكر فسلجة، الرجل شمائل. عليك أن تكون لطيفا ودودا، ولكن سعد الساعة أنت رجل، كلمتك هي النافذة القوية الحكيمة برقة ولطف ولكن برجولة هكذا. وكذلك أيضا كما قلت لكم ربع قال نساءكم حرث لكم، كل أرض إذا لم تحرثها تبور، كل أرض اترك شوفوا أرض الزراعية تتركها سنتين تصير سباخ وتراب وتحمر لونها وبعد وتخرب. نساءكم حرث لكم، على الفلاح أن يكون مواظبا وفهموها زين. وهذه الآن متيسرة، هذا إحنا الآن في عالم الطب وفي عالم الغذاء وفي عالم التبحر في كل هذا يعني سابقا هناك قلة غذاء وهناك تعب شديد وهناك مشقات وهناك حروب وهناك أمراض. يعني إلى عهد طفولتنا كانت الأمراض تفتك بالناس فتكا ذريعا، تموت محافظات بأكملها. الآن من فضل الله بعدما كشف الله للناس من رحمة اكتشاف هذه العلاجات الهائلة انتهى كل شيء. فعليك أن تكون حذرا في طعامك وملبسك ومشربك وما شاكل ذلك. معنا أيضا الأخت مؤمنة من العراق. اتفضلي مؤمنة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شيخنا؟ مرحبا يا مؤمنة اتفضلي بنتي. شيخنا أنا دا أحكي لك تجربة أنا مريت بيها. يا الله تفضل. بالنسبة لتفسير الآية. يعني أنا من أول طفل إلي كانت بنية. طيب. وكنت كلش يعني أريد ولد. طيب. صدق شيخي من جاني الولد تدري بست إيد الممرضة اللي ولدتني وكأنما هي يعني أعطتني إياه. وأني هسه يعني أحكيها قدام الكل.
انه ما اعرف اوصف لك احتقاري النفسي كل ما اتذكر هذا الشيء. بس انا ذيك اللحظه كانما هي طقنيه. ايوه لكنك انت بهالحاله ما اشركتي بالله، انت احبيتي هذه المبرضه في ساعه انها ولدتك وبذل جهد وكانت قصتها خير، يعني هذا شيء كمان احنا يعني نتعلق بكثير ممن نجدي الينا معروفا، هذا لا شرك ان شاء الله، هذاك شرك حقيقي جعل له شركاء في بعض يشركون ما لا يخلقهم يخلقون، اذا هذا شرك حقيقي يعني خرجوا من الدين، لا هذه محبه وفاء ولطف منك يا بنتي، هذا لطف منك لأن هذه صاحبه فضل ووقفت معك واستبشرت بها كما تقولون قصتها خير من هذا الباب. إياك أن تظني بنفسي لسوء، أنت على خير، أخلاقك عالية. من أسباب المودة رعاية كل من الزوجين لأهل الآخر، في غالب الحياة نصير عداوة بين العائلتين وهذا خطأ، هو يكره أهله وهي تكره أهله، هنا ماتت المودة والرحمة. إذا رأتك تراعي أمها وأخوانها وأخواتها أو هي تراعي أمك وأخوانك وأخوات في غاية الروعة، تستمر المودة بشكل جميل وتصبح الحياة الزوجية لها بهجة عظيمة. ومن أسباب المودة حفظ أسرار الآخر، شنو قال؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الفرق بين الثياب واللباس، هذه الثياب هي تضعون ثيابكم من الظهيرة، هذه يعني البشت والشاكيت أو البنطرون أو اللي نطلع بها من الخارج في جمال، هذه الثياب. اللباس ملابس الداخلية، اللباس والفانيلا طبعا هذه سرية وهذه علنية. معنى ذلك لما قال هن لباس لكم، يعني أنت تحفظ أسرارها وهي تحفظ أسرارك، بينكما أشياء لا يراها غيركما لا يعرفها غيركما، إذا كنتما حريصين على ذلك تستمر المودة والثقة بشكل جنوني. أما أنت تحكي لأصدقائك عما يجري بينكما أو هي تحكي لأصدقائها انتهت أصبحت يعني لا قيمة لها، وهذا موجود. وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الذنوب. نعم وهي هكذا تفسد الحياة الزوجية، تفتح تماما. من أسباب المودة أيضا الاستقلال في السكن كما أمر الإسلام، البيت بيت الزوجة، من سكن زوجتك مع أهلك ضاعت، لا تخرجهن من بيوتهن، من بيوتهن مش من بيوت أبوك أو بيت أبوك وأمك، هذا بيت بعد الطلاق شيخ مو بالضبط، هذا بعد الطلاق. من حق الزوجة أن يكون لها بيت مستقل حتى عن طفلك من غيرها. افرض واحد عنده طفل، زوجته ماتت وتركت طفل يتيم، ما هي ما مسؤوله، عود يطيل امك، هذا بيت الزوجه. اذا استقلت الزوجه ببدامه الموده والرحمه، اما امك تتعارك، امها ما ادري ايش تسوي، ساعات انتهت الموده والرحمه انتهت. طيب من اسباب الموده والرحمه التهادي بين الزوجين، هذا نادرا ما يحدث الا بين الزوجين المتحابين اللذين بينهما موده ورحمه. يا أخي بالمناسبة قدم له هدية بنجاح بعيد ميلاد كما يسمونه بعيد اللي جاي من السفر، يعني فرحها بشيء. والله في ناس بيقول أنا بحياتي ما قدمت لزوجتي هدية، واحدة قالت لزوجها اسمه فلان يقول هكذا يقول قال يا ود روحي شنو الحشي هذا يعني أنا مش هدية شو هذا، وبالتالي طبعا تفسد المودة تصير حياة مثل واحد عنده عامل بالبيت يصلح له التكييف، مو هذا مو زواج هذا. طيب بعدين هناك شيء مهم جدا وهو أن يتغيب أحدهما عن الآخر بالسنة ولو مرة أو مرتين، أسبوع أسبوعين شهر، بسفرة بوظيفة مهمة تروح عند أهلها في مدينة أخرى يروحوا، يعني هذه الغيبة المرة أو المرتين المعقولة تضاعف المودة والاشتياق، لأن هذا الحياة من باب السأم، السأم والملل هذا من قوانين الإنسان، أدعو إلى سأم جديد. ولذلك يوم القيامة قال نعيم مقيم، الوحيد الذي ما بي سأم، أما هنا النعيم نفسه يسأم ويمل. فعلى الزوجين إذا أراد أن تدوم بينهم، والله يمكن للزوجين أن يبقى يا عاشق، وأنا أعرف والله أزواج صار 20-30 سنة وهما عاشقان حقيقيان وعندهم أولاد وزوجوا. إذن بالذكاء بصفاء النفس بالذوق، والذوق هذا شيء ليس بالكتب وإنما هو تربية وتنمية. إذا كان الإنسان ذوق وكان لها ذوق آخر
واستطاع أن يكيف حياته فأن يبقى عاشقين. والله هناك زوجات يعني حالات زوجية أقصد فعلا تعجب كيف يمكن أن يكون. يعني هناك رجل تزوج امرأة أكبر منه 20 سنة ثم ماتت، طبعا عنده منها أولاد وأولاد كبار وبنات أطباء. زوجوا شابة جميلة مثل القمر، 6 شهور طلقها، قال لا يمكن أن يعوض يعني أحد عن أمكم أبدا، وهي أكبر منه 15 سنة. سبحان الله، هكذا سبحان الله. الاثنين عندهم ذوق. يعني أنا عارف حياته، أنا مخالطهم، يعني فعلا عايشين عاشقين. الله الله. وبالتالي كل وقت وكأنهما حقق قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. بالمعروف، المعاشرة الحقيقية الإنسان الراقي بما يليق وما ينبغي من الطرفين، معاشرة من الطرفين، وهذا حقيقة ينبغي أن يكون الطرفان فيهما هذا التطلع إلى هذا الرقي وهذه البهجة. هذا صحيح. هذا صحيح. ولهذا المفروض في كل أم، شوف شو قال النبي، قال عليك بذات الدين، قاتلك حمار لجمالها وجمالها، عليك بذات الدين. هو شو الدين؟ دين المعاملة على كل أم، وهذا كان موجود. هذه المرأة كانت أمها تعلمها كيف تعاشر تعامل الزوج. الدين المعاملة. ولهذا كل أم قال يا بنتي، يعني هذه العربية اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم مدحها توصي ابنتها، يا ابنتي كذا كذا كذا، تعهدي موضعا فيه وعيني فلا تقع فيه. يا مدرسة مدرسة. ولذلك كل أم عليها أن تعلم ابنتها كيف تعامل زوجها، وأن تعينها في بدايات الأمر على أن تكون الزوجة الراقية المهذبة الودودة. أما في بعض الأحيان الأمية تخرب بين زوجها وتحرضها على زوجها، هذا طبقة يعني هالكة. لكن من تقصير الأمهات كما قلت في حلقة سابقة، نادرا ما هناك أب يقترب من ابنه ويعلمه هذه القضايا الزوجية وقضايا الجنس. وقليل من الأمهات تقترب من ابنتها اللي عمرها 15-18-20 سنة وتعلمها الذوق وكيف تعامل زوجها. ما في عندنا هذا إلا عند نفر من العوائل التي هي فيها عراقة وأصالة. إذن التعامل هو هذا الدين المطلوب في العلاقة. ولا أنا والله عندي زوجة أصلي تهجد وصوم اثنين وخميس وهي وصخة جايفة وصننة، تزوج فيها أنا هذه؟ ارتباطها بالرحمة سيدي، المودة والرحمة. المودة والرحمة، المودة كما قلنا لذات الشيء، لهذه اللي سويناها. الرحمة في أن كل منهما يحاول أن يدخل على الآخر ما يسره. أيوة. يعني كل حركات يسويها كيف يفكر كيف يفرح الطرف الآخر، هذا الرحمة. يعني المودة كما مفروغ منها. نعم. أما الرحمة كيف تتفنن، هو يتفنن كيف يفرحها، هذه الرحمة. نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سر هذه العلاقة هي المحافظة على الطاعة واجتناب الكبائر، في قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما تودى إثنان ففرق بينهما إلا بذنب أذبه أحدهما. الله. شكرا جزيلا سيد الشيخ، ونشكر الإخوة الذين شاركوا معنا على الهواء. باسمكم جميعا أتقدم بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يوفق شيخنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد الكبيسي لإعطائنا المزيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.